سافرت الفنانة جمالة مراد للندن لقضاء أجازة قصيرة بعد أن صورت مشاهدها في فيلم الحفلة مع الفنان أحمد عز. جمانة تستعد لفيلم جديد بعنوان أشرف الثلث مع عمرو سعد والإنتاج لمحمد السبكي، كما أبدت موافقتها المبدئية على سيناريو مسلسل بعنوان الصندوق الأسود لتخوض به سباق دراما رمضان القادم. أنا كنت رايحة الفيلم في شغل أقضي ورق مهدور ولقيت جابوا واحد تاني مهدور. هي كلها 24 ساعة والقضية دي هتخلص. دمه هيتوزع على كل اللي حواليه. يعني السيديهات دي لو نزلت على النت لم يهتدخل التاريخ.